منزل السفير إبراهيم يسري اللي دائما عودنا أن يكون رمزا للوطنية الخالصة التي نضلت كثيرا من أجل هذا الوطن، ولكنه يعتذر عن عدم المجيء لظروف صحية، فنرسل له رسالة عرفان. ثانيا خليني أدي لحضراتكم الأول يعني ملخص عن هنتكلم عن إيه النهاردة. الاجتماع جاب النهاردة ناقش ثلاث محاور. المحور الأول كان خاص بأمور تنظيمية داخلية، والمحور الثاني كان ناقش مشروعات جبهة الضمير. كان في ناس كثيرة بتقولوا جبهة الضمير هتعمل إيه، فقلنا لكم إن شاء الله المؤتمر القادم هنعلن عن مشروعات جبهة الضمير. والمحور الثالث هو متابعات للمشهد المصري بصفة عامة. في المحور الأول الشؤون الداخلية الخاصة بجبهة الضمير، الحقيقة الجبهة اجتمعت واختارت اليوم من بين أعضائها معالي السفير إبراهيم يسري رئيسا لجبهة الضمير، المهندس الحاتم عزام منسقا عاما، الأستاذ وائل أنديل متحدثا إعلاميا، الأستاذة نيلين ملك المحامية والناشطة الحقوقية، والأستاذة هبة الأخضر الإعلامية، والأستاذ عمرو عبد الهادي. دول لجنة اللجنة الإعلامية، هم أعضاء اللجنة الإعلامية ومسؤولي اللجنة الإعلامية، والدكتور محمد شرف أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان والجامعة الأمريكية والقيادي المعروف بحركة 9 مارس قبل هذا، مسؤول التواصل مع المصريين بالخارج، والدكتور معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة مسؤول التواصل الداخلي للجبهة. مش هطول على حضراتكم، ولكن أنا عايز أقول لكم إنه أول حاجة هنبتدي فيها في المحور الثاني هو مشروعات الجبهة، وإحنا الحقيقة يعني بنفضل نتكلم عن مشروعات مش مبادرات، يعني الفرق ممكن يكون في لفظي ولكن ليه دلالة قوية، إنه مصر يعني تعاني الآن من عدد لا حصر له من المبادرات، ولكن لا تتلمس طريقها إلى الأرض أو طريقها إلى الواقع. فالنهاردة احنا نطرح على حضراتكم مشروع تسعى الجبهة لتنفيذه، وهتتكلم فيه معانا الأستاذة هبة